اختتمت بطولة فعاليات جراند بري أبو ظبي لسباقات زوارق الفورمولا 1 أجمل ختام بحفل فني واكب مراسم التتويج قدمتها النجمة هيفاء وهبي. هيفاء تتحدث للنشرة عن المشاركة في هذا الحدث الرياضي، عن أعمالها الفنية، تعاونها مع شركة روتانا على صعيد إدارة الأعمال، وعلاقتها بجمهورها المنوع بين الكبار والصغار. من بمناسبة فورميلا اليخوت وتنظيم مع روتانا وهيك صار يعني حفل كتير حلو والجمهور بجنن. كل سنة بيكون في نادي أبو ظبي الدولي للرياضات البحرية بنظم بطولة العالم لسباقات الفورميلا 1 يلي نحن منعاونه فيها من ناحية لوجستية ومن ناحية الإعلامية، وبيكون عنا بنهاية كل حفل بنهاية كل إيفانت وسبق حفل بتقدمه ستار، ونحن كل سنة بنختار الستار حسب شعبيتها وحسب شعبية الجمهور وطلب الجمهور، وهالسنة كان عنا طلب كتير على هيفا وكل العالم طلبت هيفا والستاتستيك قالت لنا هيفا هي السوبر ستار، فعشان هيك اتصلنا فيها وحبينا نستضيفها بالحدث يعني مثل ما شايفة أنت كمية كبيرة من العالم اجت حضرته وكان حدث كتير ناجح وبرافو هيفا. برتاح كتير معهم وفي اتفاق كتير كبير بين مانجمنت روتانا ومانجمنت مكتبي، وكل حفلات اللي عم نعملها مع بعض عم تعمل كتير سكسي وعم تعطي صدى كتير حلو بين الناس. مبسوطة كتير من صدى الكليب لأنه وصل للناس مثل ما أنا بدي يمكنه أكتر، وصار عندي جمهور يعني هن كانوا يحبوا أغنية قبل هلأ صاروا بيطلبوا إشياء معينة عملتها خصوصي لألون، وهذا كان الهدف دايما يعني في جمهور صغير بحفلاتي واليوم أكتر لأنه كمان الكليب الولاد عملت كتير ضجة. هذا الحدث هو حدث انترناشنال مش حدث إماراتي بس، هذا بطولة عالمية وأبو ظبي هي جولة من هالبطولة، الفرق اللي مشاركة فيها فرق عالمية، وأنت مثل ما بتعرف الجمهور الموجود بأبو ظبي هو كمان جمهور، فينا نعتبره نحن جمهور انترناشونال، ففي كل الجنسيات ونحن على طول بهمنا انه الستار الموجود بالكونسرت يكون متقبليته كل الجنسيات. وين حتكوني براس السنه هاي؟ ببيروت على راد بلبنان، في حفلتين بنحكي عنهم بوقتهم.